السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم سوف نتكلم على تي في بوكس، يعني الناس اللي عندها تلفاز غير ذكي يستطيعون شراء تي في بوكس لكي يتم تحويل التلفاز العادي الى تلفاز ذكي او تلفاز سمارت اندرويد كما كتشوفوها على يعني هاد الماركات. سوف نتكلم على الفئة السعرية ديال 250 درهم الى 300 درهم او ماكسيموم 30 دولار. كما كتشوفوا راه فيه عده منافذ، فيه البلاصه ديال يعني منفذ يو اس بي، البلاصه ديال كارت ميموار، وايضا فيه حتى البلاصه يعني ديال ار جي 45. العلبه كيجي معها الكابل اتش دي ام اي تيليكوموند ويعني البريز ديالو. المهم يعني هما على هذا الشكل تقريبا دايرين في هذه الفئه السعريه، كلهم تقريبا كيجيو بحال هكا. بالنسبة للعيوب ديالو، هو اللي النقطة اللي سوف نركز عليها. العيوب صراحة أول شيء الأندرويد ديالو ماشي أوفيسيال، يعني غير رسمي وغير يعني ليست به شهادة من جوجل، وكنلقاه معدل وفيه مجموعة من المشاكل المشاكل والتشنجات وغيرها، يعني بزاف الاشياء. يعني مثلا نقدروا ندخلوا غير شي ابليكاسيون كيعطوني تشنجات، يعني كيعطوك مثلا ايرور كتبلوكا لك هذاك التطبيق. المهم ونقدروا نلقاو مثلا كيكونوا يعني كذب، مثلا في العلبه هذا ديال هذا الجهاز مكتوب فيه انه يعني كيدعم يعني حتى الواي فاي من نوع 5 جيجا هرتز، ولكن مع الاسف كي هو ما فيش دوبل بوند، يعني تيقبل فقط الجيل القديم ديال الواي فاي ديال 2.4، يعني ما تيقبلش الواي فاي المزدوج. بالنسبه للناس اللي عندها الالياف البصريه ما غاديش يستمتعوا بواحد الخفه، يعني يعني صراحه مهم مجموعه من العيوب. وكنقدروا نلقاو حتى يعني كذب مثلا في المعلومات ديالو، كنلقاو مثلا انه فيه واحد ليسباس ومني كنجيو نقلبوا في الفعل ما كنلقاوش هذاك الشيء، يعني ديك المساحه الكافيه. مشكل ثاني ديال الامان، ما كنصحكمش الصراحه تحطوا فيه حساب ديالكم مثلا ديال جيميل، يعني الحساب الرسمي ديالكم. انا فقط يعني عملت حساب جديد، عملت حساب جديد يعني فقط لكي اجرب التطبيقات اللي كما شفتوا، راه زدت فيه في ال سي، زدت فيه ابتويد، اي بي تي في سمارتر برو، نتفليكس. نتفليكس خديت هذه النسخه خديتها من ابتويد، حيت نتفليكس اللي كتكون هنايا ما كتكونش ايضا فيها شهاده، يعني غتلقاو مجموعه من المشاكل. نتفليكس يعني ما عندوش شهاده، يعني ماشي اوفيسيال حتى هو، يعني خاصكم تريشارجيو من ابتويد او من متجر ثاني او من جوجل، حيت الصراحه غتلقاو مجموعه من المشاكل والعراقيل. المهم هاد الاشياء اللي كتخليني الصراحه ما كنصحكمش بهاد النوع ديال يعني تي في بوكس الرخاص، فيهم مجموعه من المشاكل ديال التطبيقات وديال الامان يعني وايضا تشنجات. المهم الفيديوهات في اليوتيوب يعني ما لقيتش فيه مشكل، جربت اليوتيوب بالكاليتي 4K خدم ليا نورمال، يعني خدم عادي بالنسبه للفيديوهات، ما طراش ليا مشكل. وايضا يعني اش غنقول لكم، اي بي تي في سمارتر برو ما لقيتش فيها مشكل صراحه، خدمات ليا بشكل ممتاز. يعني نقدر نقول لكم الايجابيات الوحيده هو السعر ديالو المنخفض، وفيه الكاليتي ديال الترا اتش دي بالنسبه لليوتيوب وبالنسبه لاي بي تي في سمارتر برو، يعني خدمات ليا مزيان صراحه. هذا الشيء الاشياء اللي نقدر نقول لكم زعما ايجابيه. اما الاشياء الاخرى الصراحه ما يعني اغلب الاشياء اللي فيه فهي عيوب. ملي كتجربت في يو اس بي يعني كنلقى فيها مشاكل، ما كيبغيش تقرا ليا فيديو، المهم صور، يعني حتى المفتاح يو اس بي ما تيتقراش. صراحه كنصحكم يعني تشريو تي في بوكس، يعني جوج ماركات اللي كنقدر ننصحكم بهم وهما الصراحه الممتازين في هادشي. كنصحكم بالاول بالميكول، تشريو يعني ميكول كي ام 2 او كي ام 2 بلس او كي ام 2، يعني الا كان جاكم الكي ام 2 بلس غالي تشريو الكي ام 2. بالنسبه للشيء الثاني، تقدروا تشريو يعني تي في بوكس من نوع يعني ديال شاومي، شاومي مي بوكس اس، صراحه هو مزيان، فقط الميكول يعني نسخه محسنه منه. المهم الميكول كيبقى الخيار الاول الا كان جاكم السعر ديالو، هو تقريبا ولاو نفس السعر بالنسبه للكي ام 2 مع المي بوكس اس، تقريبا نفس السعر. كنصحكم بالميكول،
الا كجاكم يا كان عندكم يعني قدره شرائيه تقدروا تشريو ميكول كام 2 بلس. صراحه كنصحكم بهذا الجهاز. المهم يعني نخلي لكم كما كتشوفوا الفيديو راه هو هذا يعني بالنسبه لليوتيوب راه ما فيهاش مشاكل. صراحه اعتقد الفيديو جا متاخر ولكن صراحه ما كانش عندي الوقت يعني كانوا عندي يعني مجموعه من الانشغالات لذلك صراحه ما قديتش ما كانش عندي الوقت اللازم. انا بالنسبه يعني المهم كما قلت لكم صراحه ماشي شي جهاز اللي تقدروا تعولوا عليه ولذلك صراحه بالنسبه لديك 300 درهم او 400 درهم تشري بها واحد الماركه غير معروفه ولا مثلا ما فيهاش اندرويد اوفيسيال من الاحسن تفادوها يا الاخوان. هذه فقط كانت النصيحه ديالي. المهم شكرا لكم والى فيديو قادم ان شاء الله. معكم يعني محمد من قناه ميكس شانل. شكرا لكم.